أهلا بكم في أضواء على الأحداث. وصل وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس الثلاثاء إلى المغرب في زيارة تأتي بالتزامن مع توتر بين الرباط والجزائر حول الصحراء الغربية. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الزيارة التي تعد الأولى من نوعها تهدف إلى تقوية التعاون الأمني بين الجانبين بعد عام على تطبيع العلاقات بينهما. وسبق أن استقبل المغرب مستشارا للأمن الإسرائيلي ووزير خارجية الاحتلال منذ استئناف العلاقات بين الجانبين العام الماضي. وكان جانتس قد وقع اتفاقا يرسم الخطوط العريضة للتعاون العسكري. في الأثناء تواصل جمعيات مدنية مغربية دعوتها لمناهضة التطبيع على المستوى الشعبي مستنكرة تعميق العلاقات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية. في هذا الموضوع مشاهدينا يسعدني أن أرحب بضيفي عبد الصمد فتحي رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة. سيد فتحي بداية أهلا بك معنا. أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بكم. تحية لك ولجمهورك الكريم. أهلا بك. وكيف تنظرون بداية إلى زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إلى المغرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الزيارة هي زيارة شؤم، وبالنسبة لنا هذا اليوم هو يوم حزن لقدوم أحد المجرمين الكيان الصهيوني، وهو وزير حرب الكيان الصهيوني التي تتقطر يده بدماء الأبرياء من الشعب الفلسطيني، لا زال سجله حافل بالجرائم، سواء في عدوانه على غزة وتقتيله لما يزيد من 2200 شهيد، وكذلك في هجومه على رفح، وكذلك على تدميره لحي الشجاعية. فكثير من الجرائم والعدوان لا زالت لصيقة بهذا المجرم الذي يحل بأرض المرابطين وأرض المجاهدين وأرض الأحرار، أرض المغرب. كما أن طبيعة الزيارة هي تشمل التطبيع العسكري وما لهذا التطبيع من خطورة، فبعد التطبيع الدبلوماسي والتطبيع الشعبي بما فيه من تطبيع تربوي وتجاري، نحن اليوم نقدم على خطة وهي التطبيع العسكري، وهي مخالفة للضمانات التي قدمت في بداية التطبيع، حيث قالوا بأن هذا التطبيع محدود وأنه سيستقر في إطار المجالات التي كانت قبل إغلاق مكتب الاتصالات الإسرائيلي. فاليوم يتعدى كل التطبيع السياحي وكل تطبيع تجاري إلى التطبيع العسكري، وما لهذا التطبيع من خطورة على استقرار المغرب وعلى استقرار المنطقة. نعم، لكن هنالك حديث ربما عن تقوية التعاون الأمني بين الطرفين أستاذ عبد الصمد، وبالتالي هل فعلا ترى المغرب بأنه بإمكان إسرائيل أن تحميها من أي مخاطر؟ وإن كان الأمر فعلا كذلك، ما هي هذه المخاطر التي تحتاج فيها المغرب إسرائيل من أجل مساعدتها أو حمايتها أو ما إلى ذلك؟ إن الخطر الكبير الذي ينبغي على المغرب أن يتوقاه هو خطر الكيان الصهيوني. فهذا الكيان تاريخه الإجرامي بادي وشاهد عليه، فنحن لا ننسى غدره، لا ننسى مطامعه التوسعية، لا ننسى مشروعه الصهيوني الذي يهدف إلى إنشاء إسرائيل الكبرى. فالكيان الصهيوني لا عهد له ولا وعد، فإن كنا ينبغي أن نخاف فينبغي أن نخاف من هذا الكيان الذي لا يتوانى في إشعال الحروب والفتن. فكيف لكيان محتل نريد أن يحمي استقلال المغرب؟ كيف لكيان مغتصب عدواني شرد الملايين من الشعب الفلسطيني نريد منه أن يحافظ على استقرار ونسيج المجتمع المغربي؟ فهذا من ضرب الخيال. فإن كان هناك من عدو فهو العدو الصهيوني أولا وأخيرا. نعم، الفكرة أيضا التي كانت وبدت واضحة إبان الإعلان عن زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إلى المغرب أن هنالك حملات رافضة لهذه الزيارة ورافضة لفكرة التطبيع مع إسرائيل، حتى أن مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب تحديدا ضجت بالرفض بالنسبة لهذه الزيارة.
هل هنالك خلاف ما بين القاعدة الشعبية والقاعدة الرسمية في المغرب بشأن مسألة التعاون والتقارب مع إسرائيل؟ بطبيعة الحال المقاربة مختلفة. مقاربة الشعب المغربي هو يرى أن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني تربطه بالشعب المغربي روابط تاريخية تمتد إلى عهد صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه، حيث جاهد المسلمون المغاربة هناك لتحرير القدس. فهناك روابط وشيجة بين الشعب المغربي وبين الشعب الفلسطيني. فمن هذا المنطلق فمقاربته تختلف عن مقاربة المطبعين الذين لا ينظرون النظرة الاستراتيجية وينظرون إلى الأفق لما يخطون من خطوات في اتجاه عملية التطبيع. هؤلاء المطبعون هم يبحثون عن مصالحهم الخاصة، يسعون من أجل التمكين لكراسيهم لضمان قروشهم ليس إلا. أما مصلحة الوطن فهي في القطيعة مع الكيان الصهيوني. اليوم الشعب المغربي يدرك إدراكا كليا أن رفضه للتطبيع ليس فقط من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني، وإنما هو خوف عن الشعب المغربي وعن وحدة الشعب المغربي وعن استقرار الشعب المغربي. كيف يمكن أن نضمن أي استقرار وأي أمن ونحن اليوم نضع الجيش المغربي؟ نعم سيد عبد الصمد، يبدو أننا فقدنا التواصل مع سيد عبد الصمد، ربما عاد إلينا الآن. هل تسمعني أستاذ عبد الصمد؟ نعم، أسمع. نعم، انقطع الاتصال مع حضرتك والفكرة لم تكتمل لدينا، تفضل. فقلت بأنه كيف يمكن أن نضمن استقرار المغرب ووحدة المغرب ونحن نضع الجيش المغربي في كفة وفي عباية الجيش الصهيوني، هذا الجيش الذي قتل المغاربة تجريدة المغاربة الأبطار الأسطورية التي سطرت الملاحم في 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 الجولان، وقد قصفها الكيان الصهيوني بالطائرات بالوبال المحرق حيث تفحمت جثث الجنود المغاربة. كيف يمكننا اليوم أن نثق في هذا الكيان الصهيوني ونحن نربط معه اتفاقيات للأمن المعلومياتي، حيث الآن الكيان الصهيوني يرى المغرب على المكشوف وعلى الواضح. كيف يمكننا أن نضمن استقرارنا وأمننا ونحن نقوم باتفاق على مستوى الأسلحة، على مستوى التدريب، على مستويات أمنية، أجهزة أمنية؟ فهذا اختراق خطير جدا، وهذا الاختراق يسبب أزمة ويهدد الاستقرار المغربي كما أنه يهدد أمن واستقرار المنطقة. والذين يبحثون عن الحماية فنحن نرى بأن هذا التطبيع العسكري يخرجنا بعد جهاد المغاربة من الحماية الفرنسية إلى الحماية الصهيونية. فهل يعقل أن يحقق الصهاينة حماية للمغاربة؟ هذا من الحمق أو من الخيانة العظمى للوطن وللدين. سيد فتحي، عندما تقول بأنها ستكون أزمة ليس فقط للمغرب وإنما حتى للمنطقة، ماذا تقصد هنا؟ هل هنالك أي رسائل في هذه الزيارة وفي هذا التقارب المغربي الإسرائيلي باتجاه مثلا الجزائر؟ نعرف أن العلاقة محتدمة وليست بالجيدة بين الطرفين في الفترة الأخيرة. الكيان الصهيوني أصله هو هدفه هو إشعال نار الفتنة، هدفه هو إثارة الحروب، لأنه هو الرابح الأكبر من أي حرب مشتعلة على مستوى السلاح، بيع السلاح، على مستوى بيع وهم الحماية والدعم، على مستويات متعددة. فبالتالي الكيان الصهيوني له أجندته، له أهدافه الاستراتيجية، له حلفه الذي يريد أن يقحم المغرب في هذا الحلف لكي يكون المغرب بوابة لكي يبث فساده في المنطقة، لكي يكون بوابة وجسرا لكي يستحوذ على إفريقيا. فنحن نربأ بالمغرب أن يكون مطية لأطماع الكيان الصهيوني، نربأ بالمغرب أن يكون بوابة للكيان الصهيوني في المنطقة، سواء في المنطقة المغرب العربي الكبير أو في المنطقة إفريقيا. فالكيان الصهيوني له استراتيجياته، له أهدافه،
ونحن ننبه بأننا ينبغي ألا نسقط في فخ الكيان الصهيوني، لأن الكيان الصهيوني لم يكن يوما مناصر للأمن ومناصر للسلام. الكيان الصهيوني منذ نشأته نشأ وتربع على جماجم ودماء الأبرياء. الكيان الصهيوني منذ نشأته وهو له رؤية توسعية. الكيان الصهيوني يشتغل ويعمل على التقسيم وعلى إضعاف المناطق وعلى تقسيم المناطق على مستوى النعرات القبلية والدينية. ونحن نرى في موضوع الصحراء، موضوع الصحراء أمريكا تعترف بالصحراء، لكن الكيان الصهيوني لم نرى منه كلمة يعترف بالصحراء. اليوم الذي قام فيه نتنياهو لكي يزف لشعبه هذا الانتصار الوهمي بالتطبيع مع المغاربة، وضع وراءه خريطة تم تجزئة الصحراء من المغرب. وأخيرا مندوبه أو الممثل الرسمي للكيان الصهيوني عندما صرح مؤخرا صرح أن قضية التطبيع لا علاقة لها بوحدة بالاعتراف بالصحراء، وإنما نحن لنا مشروع التفاوض والدعم السلمي. إذن هذا الكيان هو يشتغل، هو لا يمكن أن يوحد، هو لا يمكن أن يدعم، هو يعمل على التفرقة. قد يفرق بين المغاربة أنفسهم، قد يفرق بين دول المغرب العربي، قد يفرق بين المسلمين والدول الإسلامية عموما. أي بقعة من بقع العالم تشتعل فيها نار الحرب أدرك بأن وراءها الأيادي الصهيونية. سوريا تحترق، اليمن يحترق، العراق تحترق، في كل منطقة تحترق وراءها الأيدي الصهيونية، لأنه هدفه هو التشتيت وإشعال النار حتى تتحقق له مكاسبه وتتحقق مطامعه التي يسعى لها. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة عبر سكايب عبد الصمد فتحي، رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة. شكرا جزيلا لك.